السلام عليكم، معكم وائل، ورجعت لكم اليوم مقطع جديد اللي هو مقطع ردة فعل على مشاهير التيك توك. المقطع هو عبارة عن ردة فعل عن بعض المقاطع، أرسلوا لي الشباب بعض المقاطع على الانستغرام وكذا، فقلت بشوف هذه المقاطع. طبعا لازم أدخل اللي هو التيك توك، الحمد لله بعدني ما اشتركت في التيك توك ولا شيء، بس أتوقع أن الفيديوهات راح تظهر في التيك توك، التيك توك راح تظهر في النت أقصد، يعني ما لازم اني اشترك او شيء. المهم اللي اعرفه انه التيك توك يعني تم تصميمه او اختراعه ولا ويش يسميوه في 2016، واتوقع انه كان تحدي بين اللي هو الانستغرام والتيك توك او شيء كذاك، يعني ان هذا الصيني، طبعا التيك توك هو صيني، توقع ان الصيني كان فكر انه يتحدى الامريكي او شيء كذا، فقرر انه يصمم اللي هو التيك توك، فقال انه يتحدى اللي هو الانستغرام وينزل اللي هو تطبيق التيك توك. هذا التيك توك هو عبارة عن تطبيق تحط فيه مقاطع فيديوهات وكذا قصيرة، وبامكانك انك تحط موسيقى معاه وكذا، تسرع الفيديو، تبطل فيديو كذا، يعني على حسب المزاج اللي انت تحط، فلترات، تحط اي شيء، يعني اللي هو كأنك داخل برنامج تصميم فيديوهات، بس هذا ينشر لك على طول، يعني ينشر لك الفيديو على طول سيدة، تشوف الفيديو، تشوف كذا، وتحط المقطع اللي هو في حسابك في التيك توك وكذا، وبينتشر سريعا. يعني في التيك توك انا على حسب المعلومات اللي وصلني ان المقطع اول ما تحطه على طول يضرب ترند، ما اعرف كيف، الله اعلم، لكن انه ينزل على طول سريع. فخلونا نشوف ويش مخبيات لنا الفيديوهات اللي معطاه اياها. خلوكم مع المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وليتس جو. خلينا نشوف اول مقطع بسم الله. انها الخدعة، والله انها الخدعة. لا حول، والله ولو جالس ياكل فطير، قلت مو باغلة يعني فطيرة عشان ويش ياكل، يعني ليش مصور انه واحد ياكل فطيرة، يغير حد ولا ويش طلع؟ انها الخدعة، هي والله شكل جديد، قصدي يعني ستايل جديد، لكن احنا صح ولا Not bad. شغالين الشباب، حلو. نشوف المقطع اللي بعده. يعني ما اعرف ويش فايدة هذا المقطع. اوكي، شكل الحلقة بتبدأ الحين. يقول لك 7 مليار عدد سكان العالم، فلا تحزن على كلب طلع من حياتك، خليك سما فوق واترك القاع. اوكي، المقطع اللي بعده. لا شكله اوكي، يعني التصميم مع هذاك كول، كل فخر اقولها بصوت عالي، ثلاث الوان كهو علم شامخ في العلالي، ثلاث الوان سيفين وخنجر علمنا، عين ميم الف نون اسم بلدنا، حبيب القول هذا ومقاطع والتيك توك والحالة والشي ومسوي لنا مشاكل وكذا، صح كنا بعدين. هنشوف المقطع اللي بعده.
اوكي. يعني البنت هي اللي راح تبدأ وتسلم. هلو هاي، كان هاف يور نمبر ولا شيء ولا ويش؟ سلامات، وين عايشين احنا؟ وي والله ما فهمت انا هذا المقطع، ما فهمته، ما اعرف ليش. شو الحال؟ اوكي، ما حصل مكان يعني. ما قصده يمكن المساواة وكذا، يعني ما حد أحسن من حد ولا شيء كذا. كان مقطع جميل. هل أنت راض عن نفسك؟ ها؟ هل راضي عن نفسك؟ وش ذا؟ ها؟ تفتحت وتعالى ولا بجمالك، مش عيب إذا حبيتك، مش عيب على قلبي وطيبي. اللي بعده. الحقيقة الرابعة، يعني هل تعلم أني تعرضت للتنمر والاعتداء من صغري؟ بس ليش حاط وشم هذا ولا وش؟ ولا وشم إسلامي؟ اوه ماي جاد. شوف، انا اتوقع ان في ناس ما راح يعجبها ابدا هذا المقطع، وفي ناس راح تقي وراح تحاول تتكلم وتحاول كذا. بس بما اني انا فاضي، يمكن ما تسمع ولا شيء. بما اني انا فاضي، ليش ما نسوي لنا مقطع جديد؟ ها، مقطع جديد. ترى زين، تعرف، لنا شوية نحاول نغير وكذا. لا، ما دائما كله نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. لا، في ناس مبدعين، انا ما اقول ما كلهم ما مبدعين، كلهم مبدعين، لكن في اشياء انت لازم تبدع فيها، في اشياء خليها. اوكي، انت تبدع في هذيك الاشياء بس خليها. الله يهدينا واياكم ان شاء الله، الله يهدينا واياكم. ما انت مثل عمان تحقبي، فكري ناس ايش حلوه اثيوبيا، يا رجع بلادش. دقني حر. ليش هذا المقطع كذا؟ شو شباب، للأمانة يعني أنا ما أريد أتكلم واجد، ما أريد أتكلم كثر ما انتو تشوفوا، لكن مثل ما يقول اليوتيوبر او اليوتيوب او اي شخص يعني يدخل يوتيوب الا هدف معين انه يوجهه وانه يقدمه.
أنا هدفي كان ما قصدي أني أتنمر أو قصدي أني أشوه سمعتهم أو كذا أو أشوه أي حاجة، لأن هم أصلا مسويين حاطين وحدهم. يعني ما تقول أني أنا حطيت المقطع هذا وحطيت صورهم وحطيت بعض الأشياء عنهم، يعني أنا كان قصدي أني أتكلم عن الموضوع هذا بشكل عام، لأن كل الشعب أصلا يتنمر على التيك توك وهذيلا ما حاسين، لو فوق هذا حاطين بالهم على أنك أنت لما نحط هذا الشيء أن كذا أن نريض اللي كارهينكم. ترى أصلا أنت ما تريض اللي كارهينه، اللي كارهينكم أنتوا ما تبيضوا اللي كارهينكم، بالعكس أنتوا تحطوا صور سيئة عنكم أنتوا نفسكم، حطوا صور سيئة عنكم أنتوا. بكرة لما تكبروا، بكرة لما يصير عندكم عيال، لما يصير عندكم أحفاد وكذا، إيش بتقولهم؟ أنت قدك كان يرقص في التيك توك، قدتك كانت ترقص في التيك توك ولا وإيش؟ إيش ذا؟ يعني عندك موهبة أوكي حلو، عندك موهبة أنك تصمم فيديو، عندك موهبة أنك ترقص تغني أي شيء، بس لا تسوي مثل هذه الأشياء. في أشياء أوكي أنت ترقص عليها أو كذا، بس لا تجي وتدخل أشياء ما لها دخل أصلا. واحد يصور سيلفي مع هذه، وواحد يجي يصورها تطلب منه أنه يصورها ويجي يسجل رقمها ولا ويش، أنا ما فهم وش ذا، وين عايشين نحن؟ بس ما قبل غير الله يهديكم إن شاء الله ويهدينا يهديكم. كوني من قليل يا صور ذا المقطع ها؟